بدي احييكم مشاهدينا مع بدايه الحل عنا عبر الام تي في، حتى تحضروا اتصالاتكم على 04444444. منبلش مثل العاده بالمعلومه. بمعلومتنا لليوم، دعا مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دكتور محمد الكركي جميع أصحاب العمل ومن في حكمهم لتقدموا بطلبات تقسيط أو إعادة جدولة لأحكام المذكرتين لحمله رقم أو للتعميم 2126 تاريخ 17 حزيران 2019، ضمن طبعاً المذكرتين رقم 79 تاريخ 18/4/2018 والقانون رقم 110 تاريخ 30/11/2018 بمتابعة هالطلبات تحت طائلة سقوط حقهم بالاستفادة منها. وطلب طبعاً دكتور كركي متابعة هالطلبات وتسديد الفئة الأولى أو الدفعة الأولى وتوقيع السندات قبل 31 تموز 2019 تحت طائلة سقوط حقهم بالاستفادة من التخفيضات المنصوص عنها بالقانونين يلي ذكرناهم، لأنه مهلة الست أشهر بتنتهي ب 31/7/2019. طبعاً نحن بالبداية أنا بحب وجه تعازي لكل أحباء وأهلا ميشيل حجل، يلي ميشيل عشنا مع مرارة الألم ولكن عشنا مع الأمل أيضا بالحياة. اليوم ميشيل صارت بجوار ربها، وكلها طبعا الصلوات والأنظار تتجه إلى هالملكة يلي ما توجت ملكي بالحقيقة، لتوجت ملكي بقلوب كل الناس. كلنا بنعرف قضية ميشيل يلي قاومت مرض السرطان، يلي عطت كتير مثال للعزيمة القوية والإرادة القوية لتتحكم بهالمرض، ولكن هذا المرض الخبيث ما قدرت عليه ميشيل. أنا اليوم طبعاً بدي أعزي كل اللي حبوا ميشيل، كل يلي تضامنوا مع ميشيل، وبدي حيي كل اليوم يلي عندهم مرض سرطان، وبدي أقول لهم أنه الأمل بالحياة كتير حلو، ولكن دايماً في ظروف مرات بالحياة بتبقى مفاجأة. نحن بدنا نكون دائما حاضرين بأمل بقوة، لأنه الحياة أقوى كثير من الموت. وهون كمان بدي أفتح هلالين حتى أقول اليوم نحن إذا بننظر لموت ميشيل وكل يلي عانت منه ميشيل، بدي أقول قدي في ناس مثل ميشيل اليوم عندهم مرض وعندهم قلق، قلق مش على مرضهم فقط، قلق من مسببات المرض وأهمها الستريس. قديش في لبنانيين اليوم عايشين بالهم وعايشين بالستريس وعايشين بالخوف وبالقلق على المستقبل. قديش في ناس اليوم عندهم نفس يمكن الحالة تبع ميشيل، أو يمكن أكتر شوي يمكن أقل، مش قادرين يروحوا يشوفوا حكيم. قديش في ناس عم بفتشوا ليقدروا يلاقوا دواء، وقديش في ناس عم بتأمن لهم الوزارة دواء. وفي ناس مثل اللي حكيت عنهم امبارح مثل ليليان مثلا. ليليان هي عايشة مع أختها، كان عندهم خيين توفوا شهداء بالحرب اللبنانية. اليوم ليليان بتعاني من مرض السرطان، وبالتالي ما عم تشتغل ولا أختها عم تشتغل. طلبوا عدة مساعدات، في بعض الأصدقاء ساعدوها تدفع فرق الوزارة بموضوع علاج السرطان، ولكن اليوم ليليان وقع بمشكلة، هي أي دواء بدها تاخد. حكيمة المعالج بقلها لازم تاخدي هذا الدواء، اللجنة الطبية بتقلها لا مش هيدا ياه، لأنه ليه بدنا نعملك حق التجارب؟ نحن في أدوية ستاندرد لازم تاخديها قبل. وبين الحكيم والحكيم، يعني الحكيم المعالج وطبيب اللجنة، اليوم إن شاء الله يتواصلوا مع بعضهم تليليان أقله نفسياً تكون مرتاحة للدواء اللي لازم تاخده، ولكن يمكن ما بتقدر تستمر بالدواء لأنه بدها مال، يعني بدها تكمل حياتها، ما عندها أي إمكانية. اليوم حكيتني قالت لي أنا بالفرشة ما في يقوم، أنا بشكر أصدقائي مرات بيطلوا علي، ولكن أنا مأمنة هلأ، مأمنة فرق الوزارة إذا ثبت هذا العلاج وبدي أدخل مستشفى، ولكن بعده أنا ما في أعمل شيء. من هيك أنا اليوم لليليان بدي أقول لازم نساعدها،
ولازم نساعد كل مريض مهما كان نوع مرضه، مستعصي أو غير مستعصي. في كتير ناس عم بتأجل الدواء، في كتير ناس عم بتأجل تروح عند الحكيم، في ناس عم بتأجل تفوت مستشفى. مش مفروض بقى نحن اليوم بهالعصر هيدا نلاقي ناس بعد ما عندها إمكانية تتحكم أو تتطبب؟ هيدا شيء مش مسموح، مش مسموح إطلاقاً. اليوم سمعت وزير الصحة دكتور جميل شبق ببكركي عم بيخبر البترك انه اليوم موازنه وزاره الصحه مندق فيها وقديش عم تشتغل الوزاره، وانه امبارح بعثوا اول دفعه للمستشفيات وان شاء الله بتخلص كل دفعات 2018. هيدا كله ايجابي، والايجابي اكبر تسهيل امور الناس، يعني ما يدخلون بهالروتين وبهالجدل يلي ما بيفيد محل. من هيك بدي اقول لكل الناس يلي عم بتاجل موعد الحكيم، تروح في مراكز صحية، في أطباء عندهم رحمة، ما يأجلوها لأنه الحياة كتير عزيزة وكتير حلوة. بيخد أول اتصال على 04-444-444. ألو؟ 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 ما في حدا على الخط يمكن، أو نحن بلا عم بقول لك ألو تفضل. عم بقول لك بونجور مدام. هلأ سمعت البونجور، أهلا فيك مدام. أنا مواطن من ضيعة اسمها بلا قضاء بشري. بلا قضاء بشري، نعم تفضل. من سنة تقريبا ودوا لنا مي. نعم من سنة. اي اي دفعنا كل شيء، هلا بلشنا بهي السنة 2019. نعم ضيعتنا في فرق بين كعب الضيعة وراس الضيعة شي 100 متر. نعم والمي ما عيروا لنا إياها، يعني عطوا الناس بس تركوا الصادر مثل ما هي بدون تعيير. المي بتجي من نص الضيعة وبالنازل، نص الضيعة وبتطلع ما بيطلع ما بتطلع لما. لأنه عم تنفتح تحت، ما في إلا ما عم تطلع لفوق، ما في ضغط. واللي مش مقدمين طلبات اخدين مي أكثر من اللي مقدمين طلبات، لأنه لا صار تفتيش ولا صار رقابة. نعم فإذا في مجال على الأكيد. أنتوا بتاخدوا من مصلحة مياه لبنان الشمالي؟ مزبوط. في مياه صغرتها؟ رجعيتنا الأميون. أنتوا أميون، أوكي. نعم أميون، أهلا وسهلا فيك. نحن رح نحكيه، بس أنا هون بدي أطلب من كل الناس تشرع، يعني لازم كل الناس يكون عندها مي تدفع المي، لأنه ما فينا ناس تدفع وما يوصل للمي، وناس ما بتدفع ومنا مشرعة حالة ومنا مع يعني ضد القانون وهي اللي عم تاخد المي. فهون على المصلحة إنها تلزم الناس بالمي، وإذا ما قدرت لزمتهم أقله تحافظ على الناس اللي مشتركين بالمي، لأنه لازم تصلن المي بالنتيجة. أهلا وسهلا فيك، منشوف مع مياه أميون كيف عم تتوزع المي وإذا رح يروحوا يعملوا العدادات يعني يعيروها ولا لا. المهم أنه إذا تعيرت ما بس يفلوا من هون نرجع نفتح العيار من هون، عم بتصير وين ما كان للأسف الشديد. أنا اليوم كمان تواصلت مع مدير عام ورئيس مجلس إدارة مؤسسة بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران بموضوع القصر يلي مشكورين أكيد صلحوه بمنطقة عين تورة حي الوادي، ولكن المتعهد من بعد ما صلح القصر الماي ورجعت الماي بقية الطريق بدها تسفيت. فلفتت نظر اليوم المدير العام أنه بلكي بيحكوا مع هالمتعهد يكمل شغله، لأنه اليوم إذا وصلت الماي بس مش مضطرين كمان نكسر سياراتنا على الطريق، يعني هيدي نقطة. وكمان كان حدا حكاني بمنطقة إدي بجبال عم بيقولوا لي إنه على العالي بإدي كمان، هيدي وصلتها للمدير العام ناطرة أجوبة أكيد عليها. بإدي على العالي تحت الخزان بتجي المي من عبيدات، عم بيقولوا لهم السنة ما رح نقدر نعطيكم مي، لأنه ما بعرف ليه، أنا ناطر جواب ليه. ومن نص الضيعة من نص إدي ونزول كانت توصل المي بشكل كتير منيح، لما صار في بنا جديد يعني على الواطي بقدي على يعني عم ادخل قدي من الساحل اذا بدكم، ما عادت المي منتظمه عند الكل، يعني كان مفروض هالاحياء الجديده يعطوها من مصدر تاني مش من نفس الخط يلي كان يوصل وكافي المنطقه. كمان هيدا موضوع طرحناه، يعني اللي طلبوا مني احكي تقول لهم انه وصلتها للمدير العام، وانا بعرف انه عنده هلا مشروعين كتير كبار للمنطقه، هلا اذا حاب يحكي عنهم انا اكيد الهوى له حتى نشوف شو هي المصادر الجديده اللي عم نشغل عليها بهالمنطقه بالذات. باخد اتصال. الو الو الو. ايه ايه تفضل. بونجور بونجور.
ست ريبيكا. نعم تفضل ست ريبيكا. نعم نعم نعم. صباح الخير. صباح النور. شو عندك مسيو؟ هالضمين الضمين. ايه الضمين الضمين. سنتين ما قبضنا ضمين. انت بأي فرع؟ انا بالاشرفية. اوكي. أمومة. عندكم معتمد قبض انتو؟ ضمين سيرت كل يوم. طيب يا اختي انا بدفعك بالشهر 800,000. ايه. نايم جيبه الشهر الجاي. هذا اللي عم بقوله اللي من امبارح بحكي بالموضوع انه دائما نفتح موضوع الضمان، بس من امبارح عم بقول انه يا عمي اذا قضيه بشر اذا قضيه دائما الحجه انه ما عندهم العدد الكافي من الموظفين تيقوموا بكل هالملفات هيدي لانه المضمونين كتار والمراكز كتير وعليها ضغوطات. يا عمي في كتير فائض عم ينحكى عنه، ما راح نقول لهم يوظفوا من جديد، قلنا جيبوا من الفائض دربوهم عملوا لهم دوره تدريبيه وبلكي بيتوزعوا على هالمراكز هيدي وشوي يعني المواطن بحس حاله انه الضمان ضمان يعني مش قلق. يعني امننا فاتوره والفاتوره الثانيه كيف بنامن لها مصرياتها؟ يعني اذا الواحد تاخر شهر ليقبضها شهرين منا مشكله، بس سنه وسنتين ولل 2020 هذا الشيء مش مقبول مش مقبول. معك حق معك حق باللي عم بتقوله، بس جواب دائما الضمان انه ما في عندهم موظفين كفايه، هذا الجواب. فاصل ومنتابع. منتابع الحلقة عنا عبر الام تي في بياخد اتصال جديد. الو الو. نعم تفضل. الله معك. اهلين. الو. ايه اهلا تفضل. اهلا. اولا بدي اتشكرك على هالبرنامج اللي هو اللي بيعد في الشيء الخلق بيتامل انه صوته رح يستمع من عند المسؤول. كون اكيد. بدي اقول لك شغله بدي اقول لك شغله، كون اكيد انه صوتك عم يوصل مش بس للمسؤولين، يعني المهم مش بس يوصل لهم، المهم انه يحسوا فيه. لا والله انا بتابعك وبسمع مرات كيف عم بتحلي مشاكل. مزبوط تفضل شو عندك؟ نحن انا احد مزارعي القمح. ايه. سلمنا للدولة قمحنا للدولة سنة الماضية. نعم. وهالقمحات هودي الدولة استلمتهم وبعتهم وقبضت حقهم. نعم. ونحن لحد قصه ما قبضنا. بعد ما قبضتوا. قد ايه حسبوا لكم بوقتها؟ لحد قصه ما قبضنا. قد ايه حسبوا لكم؟ بنراجع مكتب الحبوب. ايه. بنراجع مكتب الحبوب بيقول هيدي المعاملة خالصة وديوان المحاسب يوافق عليها ومش عارف شو كل القصص تمام. بدها أمضي وزير المالية. طيب لا معقول نحن صرنا من سنة الماضي لحد قصة ما قبضش؟ طيب أنت بتعوله للمزارع. وعلى كل حال يعني قد ايه حسبوا لكم إيه سنة الماضي؟ ب 580 يمكن 590. وأنتم هلا بدكم تزرعوا ما هيك؟ نحن بدنا نحصد صرنا، زرعنا زرعتوا بدكم تحصدوا بعد ما أخذتوا مستحقاتكم السنة الماضية. السنة الماضية. مع انه الدولة استلمتهم وقبضتهم وبعتهم وقبضتهم كمان. يعني بدنا نشوف مين بده يحرك وزير المالية بالموضوع لانه امبارح ما في غير همتي انا بس. لا معك حق، اهلا وسهلا فيك. يعني بعرف انه المزارع اليوم قدها له التزامات وبعدين قمح يعني من موسم لموسم كمان، يعني حتى الواحد يحضر موسم جديد كمان بده يحضر له بده مال على القليلة، يعني ما في الواحد يبقى بلا ما ياخد مستحقاته. ليك رح شوف اذا في تاخير ولا لا، بس مش مفروض يعني بدنا نشوف ليه بعد ما مضيها. اهلا وسهلا فيك. يعني معه حق لما الدوله بتدعم زراعه معينه حتى تشجع هالزراعات القمح ولا غيرها. طيب هذا المزارع بيصير ناطر ما بيشارع على السعر، هذا اول شيء. شو بتحط له الدوله سعر؟ بيقولون يا عمي راضي بس المهم تعطوني على الوقت، بس مش يأخروا سنة بيطلع الموسم الثاني وكله دين على دين على دين، ما في الناس بقى يكملوا بالدين. يعني أنا بتمنى على وزير المالية إنه ما دام في موافقة من ديوان المحاسبة إنه كل شيء تمام إنه يصرف هالمال، ما فينا ننطر الموازنة تبع 2019 لأنه رح نبلش هلا بالموسم الجديد مثل ما قال. غريب هذا الموضوع. كمان في اتصال؟ الو الو قطع.
وهلا اذا ما في اتصال انا بحب اذكر ببيان صدر عن محافظ عكار عماد لبكي تعميم للبلديات ولا اتحادات البلديات، بيقول فيه: طبعا للمعلومات الواردة لدينا عن قيام أعمال بناء وإنشاءات من البتون والحديد والسقوف المتحركة داخل مخيمات النازحين السوريين وداخل الخيام، وحيث أن هذا الأمر مخالف للقوانين المرعية الإجراء وعطفا على القرارات السابقة المتعلقة بمنع إضافة أي إنشاءات جديدة من أي نوع كان أو استحداث خيام جديدة، عطفا على قرار المجلس الأعلى للدفاع الذي سيبدأ تنفيذه في الأول من تموز 2019، يطلب إلى المعنيين إجراء الكشف بالسرعة اللازمة، يعني البلديات واتحادات البلديات، وإيداع المحافظة جدول بالمخالفات الموجودة تمهيدا لإجراء المقتضى اللازم بشأنه. بأخذ اتصال. ألو، بونجور. بونجور، كيفك مدام؟ الحمد لله مدام. منروح لندفع التليفونات. منروح لندفع التليفونات، كل الفواتير يلي بحطوا عليهم طابع مالي ما حدا بحط عليها طابع مالي. يعني بتدفع الطابع المالي بس ما في طابع على الفاتورة؟ 100%. بالسنتراليت؟ أكيد. غريب هيدي، أول مرة حدا بيقول لي عنها. مرسي على بما أنك حكيت بهذا الموضوع، بشكرك على كل حال على اللفتة. بدي أقول إنه في كتير تأخير عند أوجيرو بتصليح الأعطال، يعني الناس عم تتصل عم بتبلغ عن العطل ولكن عم بيكون في تأخير عم بفوق، يعني أكثر من أسبوعين وشهر وشهرين حتى تتصلح الخطوط الهاتف الثابت. هلأ ما بعرف شو هي المشكلة، يعني الناس بتعرف إنه أوجيرو معاشاتهم يا لطيف مدري قدي، بس لما بيجوا على الخدمة بلاقوا ما في خدمة بالمقابل. على القليلة على القليلة كل إنسان بده ياخد حقه قد ما لازم ياخد حقه. أنا ما عم فوت بهذا موضوع الرواتب، بس أنا عم بقول إذا إنسان هو عم ياخد راتبه حتى يساعد الناس وحتى يعمل صيانة للهاتف وحتى يركب هواتف جديدة، أقله هيحسس الناس أنه هالمصاري بيستحقها يعني كموظف. للحقيقة في كتير أعطال ما بعرف ليه لهلأ ما صلحت ونبلغ عنها. بياخد كمان اتصال. ألو، ألو، ألو. أهلا مسيو. بدي احكي مشان تحويل المصاري من لبنان من برا على لبنان. نعم. انه الواحد بيحول دولار هون، صار مصرف لبنان طلع قرار انه بيستلمهم باللبناني. نعم. طيب وكل فواتيرك عم تيجي بالدولار. ايه. كل جويته كله بتيجي بالدولار، ما وش ضبطوا هاو بنرجع ندفع باللبناني. 100%، يعني هذه لازم نلفت لها انه نحن معك حق، معك حق، يعني مدفوعاتنا بالدولار ولكن اللي المفروض نحن إن كان تحول ولا شيء باللبناني. هلأ نحن بدنا نعزز الليرة اللبنانية، هيدا شيء طبيعي وهيدا واجباتنا، بس مثل ما عم بتقول ما في واحد يعمل دعسة ناقصة، يعني لازم تكون حلقة متكاملة. معك حق، يعني قضية التحويلات حتى كتار من برا يعني تفاجئوا بهذا الموضوع، بس في كتير ناس كمان هي لما بعرف كتير مغتربين لما بيجوا على لبنان بيصروا انه يدفعوا بالليرة اللبنانية، بيصروا انه يتعاملوا مع الليرة اللبنانية لانه بحسوا حالهم بعضهم منتمين لهالوطن لو كانوا بالغربة ومن زمن بعيد. هاي شغلة كتير مهمة، يعني لازم نحن كمان نتعود عليها. حتى الاسعار اليوم وين ما كانت موجودة عم بتكون بالدولار، يعني ليش ما بتكون باللبناني كمان؟ صورة اليوم نشوفها سوا. يعني هيدي الصورة اللي عم بتشوفوها، أحد مواقع التواصل الاجتماعي عمل مقطع فيديو لشخص قام بمحلة معوض بالضاحية الجنوبية بنشل سيدة مسنة بطريقة عنيفة، يعني حملها وزدتها على الأرض بشدة فأصيبت بجروح بليغة وعدة كدمات. على الفور باشرت مفرزة استقصاء جبل لبنان بوحدة الدرك الإقليمي استقصاءاتها وتحرياتها، تمكنت من تحديد هوية المشتبه به. فنتيجة الرصد والمتابعة تمكنت هالدورية توقيفه الساعة 8 من تاريخ 15 حزيران 2019 بمحلة معوض، وحبيت أنه تنشر صورته كمان حتى تكون عبرة
لما نعتبر انه مش هيك بنجي نتعدى على الناس وبنسرقها بوضح النهار، او مش بس بوضح النهار، السرقه بالنتيجه بهالطريقه هيدي. هو اسمه ببلش بحرف الذال حي، مواليد 89، لبناني. ضبطت الدراجة الآلي اللي نفذ بواسطة العملية المذكورة، وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه وارتكب عدة عمليات نشل أخرى. من هيك نحن حطينا صور يلي بحس حاله أنه تعرض له هيدا الشخص يلي كنا حاطين صورته، بيقدر يحضر إلى مركز مفرزة استقصاء جبل لبنان الكائن بفرن الشباك ثكنة الشهيد المقدم بيير غاوي، أو الاتصال على الرقم 01-292-923 لاتخاذ الإجراءات القانونية. بعطيكم موعد بكرة، إلى اللقاء.